فخر الدين الشريعه وناشط من مدينه اللد، يعني الشرطه منعتكم بحق انه ما تسوي هاي المسيره في تضامن مع القدس الاقصى في اللد؟ الشرطه تدعي انه ما كان معها ما حدا طلب رخصه لهذه المسيره. اليوم احنا في عندنا توتر في الشارع باللد بين العرب وبين اليهود، وبالنقطة هاي يعني احنا شوي ضعاف انه احنا ما نسقنا مع الشرطة، كان من الافضل ان ننسق معهم ونحدد مسار معين. تضامن مع القدس والاقصى كانت المسيرة يعني. تضامن مع القدس والاقصى، يجب ان يكون كل شيء قانوني ويجب ان يكون الامر منسق مع الشرطة، ليس من اجل ان ناخذ تأشيرة من الشرطة ان نتضامن مع القدس والاقصى، وانما انه في حالة اي احد من جيراننا ولاد عمنا حاول انه يتهجم علينا تكون الشرطة حامية لنا وليس حامية لهم. نعم، ولكن يعني في تخطيط مستقبلي لنفس المسيرة؟ حاليا تكلمنا مع الشباب انه مفضل انه تأجيل المسيرة لغدا او بعد غد حسب ما يرتئيه الشباب المنظمون. متر يوصل على المسجد، متر لوحه كيف؟